السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ديليشيس فود. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض ليمول او بوزروك. كنحتاجوا هنايا عندنا الكرافس مقطع، عندنا البصله مقطعه، عندنا ثومه مقطعه حتى هي، هنايا عندنا ليمول او بوزروك. كنغسلوهم مزيان مزيان، كنزولوا لهم داك الشعر اللي كيكون فيهم، داك التراب. الا كانت شي وحده مفتوحه بحال هادي، دابا غادي نزولها بحال هكدا، ما كنخليوهمش، كنلوحوهم وكنغسلوهم 3 مرات ولا 4 مزيان 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 حتى ما كيبقاش داك الماء كيرجع صافي، ما يبقاش فيه التراب. هنايا كنحتاجوا الملحه والبزار. هنايا في هاد هاد الطنجره خاصه بالليمون، اللي ما عندهاش تقدر دير طنجره عاديه. درت شويه نتاع زيت العود وشويه ديال الثومه قطعتها طريفات. الليمون باش كيطيبو خاص النار تكون قويه عليهم، ما خاصش النار تكون مهيله اولا ناقصه، ولا خاص النار تكون قويه مزيان. كناخذ شويه من هذاك الخليط ديال الكرافس والبصله، كنديرو مع الثومه، كنغطي عليه واحد شويه، غير واحد 10 سكوند ولا النار تكون في الوسط، تكون قاوية النار. كنجيبو عنا داك الليمون مع ديك الخضيرة، نقلبوهم عنا. هنايا الملحة والبزار نديرهم هنايا بجنبي، كنديرو هاد الطريقة باش الخضرة تلق النكهة ديالها مزيان. دابا غادي ندير بحال تاع الليمون أو بزاف، كندير ليها بحال هكدا، كندير الملحة، كندير البزار، كندير تبقى من ديك الخضيرة لي درت عندنا، كنعاود نفس العملية، كندير تبقى تاع الليمون. نرجع ندير الملحة والبزار، كنبقاو غاديين بهاد الطريقة. دابا كنسالي بواحد الطبقة ديال هادي تاع الخضر لهنا شكيلة صافي، كنسدو عليه، كنسدو عليه لمدة ديال تقريبا 10 دقايق. دوز واحد دقيقة كنشدو هادي الطنجرة ديالنا وكنحركو هكذا، وحنا سادين عليها ما نفتحوش عفوا ما نفتحوشي حتى دوز 10 دقايق. ها هما الليمول ديالنا بعد ما وجدوا، كنرافقوهم مع الفريت، ها هما كيف ما كتشوفوا، ها هي الاخرى. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجباتكم، واش هي طيبه.